بدأ الرئيس الكوبي راول كاسترو أمس الاثنين زيارة دولة إلى فرنسا، وعقد محادثات مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس كوبي إلى فرنسا منذ استقلال كوبا. حضر الرئيس الكوبي راول كاسترو مراسم الاستقبال في قوس النصر، وقدم أكاليل الزهور لمقبرة الشهداء المجهولين. وبعد الظهر التقى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مع كاسترو في قصر الإليزي. وبعد الاجتماع وقع الجانبان 6 اتفاقيات تغطي مجالات تخفيف الديون والسياحة والنقل وغيرها من المجالات. ووفقا للاتفاقات وافقت فرنسا على إعفاء الفائدة المستحقة بقيمة 3.7 مليارات يورو لكوبا، وفي الوقت نفسه قررت تحويل 212 مليون يورو من الديون إلى صندوق مشترك بين فرنسا وكوبا، وهذا لدفع المشروعات الفرنسية في كوبا. نريد أن نذهب أبعد من ذلك، هذا هو السبب في توقيعنا على خارطة التعاون الاقتصادي بين البلدين. إنها ستفتح الباب أمام التعاون في السياحة والنقل والتنمية الحضرية والطاقة والمواد الغذائية الأساسية. باختصار، من الآن فصاعدا كل المجالات مفتوحة. وأكد كاسترو في مؤتمر صحفي عقد بعد الاجتماع على أن فرنسا شريك مهم جدا لكوبا، وأنه يرغب في تعزيز آلية الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجانبين. كما أعرب الرئيس هولاند عن دعمه لرفع الحظر المفروض على كوبا بشكل كامل. يجب رفع الحظر والحصار الآن، وأن تستعيد كوبا مكانتها في الساحة الدولية، وهذه إرادة هذا البلد وإرادة المجتمع الدولي أيضا.